مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عربود وجديد الاخبار العربيه والعالميه. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا خليل؟ واهلا بحضراتكم ويلا بينا نبدا حلقتنا. عصريا زياد برجي يفتح قلبه لعربود. ولكن انت عارف ان شو حلو هي اللي هتعمل هذا الامباكت، وقال لك انت عملتها من زمان. مراحل تطور لوكا عمرو دياب في مسيره استغرقت 30 سنه. فيها سر بيخليها دايما حلوه في عينيك. تامر حسني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بموال اصرف ما في الجيب. اصرف ما في الجيب وش حد بكره عادي. عرض المغنية التركية هوليا أبشار على الطبيب نفسي. انجبني كل كنضل بير سرب السيد. رسالة خاصة من خالد سليمي وجهها لسيرين عبد النور. النجمة الجميلة سيرين عبد النور، مبروك على البيت. في غياب جيم اوف ثرونز يعود فايكنجز الى الشاشه. سميرة سعيد باطلاله جريئه على بوستر احدث اغانيها سوبرمان. عوده هومالون. اليسا والهضبه الاكثر طلبا في الصيف. مستني البوم عمرو دياب طبعا. مساء الخير واهلا بيكم مره ثانيه. جدل واثاره وكلام كتير ومنشطات صحف رايحه ومنشطات صحف جايه. ده ليه يا خليل كل الكلام ده؟ كل ده عشان خلاص عمرو دياب هينزل الالبوم بتاعه وكل الناس شافت الدعايه في الشوارع. وده طبيعي على فكره، لان دايما عمرو دياب بيعتبر هو رمز الموضه الشبابيه عند العرب، ومع كل البوم بينزل بلوك جديد الشباب كلها بتاخده موضه ليها. بس اللوك الاخير يا يحيى اثار جدل كبير قوي، خاصه بعد ما الناس شافت البوستر الاخير للالبوم. بس خليني اقول لك ان هو هيطلع موضه في الاخر وهتشوف. بس دلوقتي خلينا نروح لتقريرنا اللي جاي اللي هنستعرض فيه اهم لوكاته خلال مسيرته الفنيه. السنة دي شفنا بعض الشباب بيرجع للقمصان المنقوشة اللي ظهر بيها عابد فهد في مسلسل طريق، وهي الموضة اللي بدأها عمرو دياب سنة 1989 في بوستر ألبوم شوقنا. وبأغنية ما بلاش نتكلم في الماضي من ألبوم أيامنا أطلق الهضبة موضة السوالف الرفيعة والطويلة، وظهر على بوستر الألبوم بحزام مشغول بالمعدن. وما ننساش طبعا لما عمل شعره سبايكي في ألبوم أكتر واحد بيحبك، ولون شعره في لوك ألبوم علم قلبي، وهو اللي قرره في لوك ألبومه الجديد كل حياتي، بالإضافة للدقن اللي ظهر بيها. ده لو اتساب ده نيجيني تعب أعصاب. ده غير آيس كاب كليب أنا عايش ومش عايش، وقميصه في كليب عودوني. عودوني وعلموني هوا. ولانه معروف باطلالاته الجريئه كان اول حد يظهر بالبروتال في بوستر البوم وياه مع تاتو بيحمل اسم ابنه عبد الله. كمان فاجئنا باللوك اللي ظهر بيه في كليب الليله واستغربوا البعض وقتها، لكن بعد فتره قلده كتير من الشباب. عايز تحس بفرحتي خليك مكان. اما افضل لوك بحكم النقاد والجمهور فكان في كليب تملي معاك لما لبس بلوفر بالتلات الوان، وبسببه حققت شركة الملابس المنتجة ليه ارباح خيالية من كتر الطلب عليه. ومن بعد 30 سنة غنى وموضة ورا موضة كان سبب فيها، اكيد هنفضل في انتظار كل لوك جديد هيظهر بيه عمرو دياب. قعدته طبعا عمرو دياب دايما مثير للجدل، لكن دلوقتي خلينا نروح للخبر اللي انشغل بيه الجمهور العالمي خلال الايام الاخيره. فبعد حصول المسلسل التاريخي الشهير فايكنجز على 5 جوائز من اجمالي ترشيحه ل 16 جائزه بالاضافه للاشاده النقديه بيه عالميا، اخيرا تم الاعلان عن عرض الجزء الجديد للموسم الخامس، واللي اتاخر كتير رغم مطالبه متابعيه بضروره عرضه اكتر من مره. أعلنت شبكة قنوات هيستوري عودة المسلسل الشهير فايكنجز إلى شاشات التلفزيون بجزء جديد بيستكمل أحداث الموسم الخامس، ولكنه مش موسم سادس.
Ragnar Lothbrok. I want to know what's to the west. What cities and gods are over there. وكشفت الشبكة عن تريلر تشويقي للجمهور قبل عرض المسلسل ب 28 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أنه يشهد هالجزء صراع أبناء راغنار لوثبروك على حكم مملكة جارغات وعودة يون آيرون ساد من رحلته الطويلة يلي سيطر فيها على بلاد المغرب وشمال أفريقيا بصحبة عموه. I want to take Kattegat back from Ivar. You will never overcome Kattegat. I'm going to kill him. وشاهد الجزء الأول من الموسم الخامس مقتل البطل ترافيس فيميل صاحب شخصية راغنار لوثبروك ونجاح أولاده بالانتقام لموته. فايكينجز اللي بدأ عرضه ب 3 مارس 2013 من تأليف مايكل هيرست وتم تصويره بأيرلند وبيرصد قصص مستوحية من حياة أوائل الاسكندنافيين الفايكينجز يلي عاشوا بالعصور الوسطى. وبتبرز شخصية راغنار لوثبروك بطل عصره يلي استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوة كإنجلترا وفرنسا. المسلسل نيل نقد إيجابي وسلبي كغيره من الأعمال، فعلى الصعيد الإيجابي أشاد البعض بالجانب التاريخي للمسلسل لتسليط الضوء على هالحقبة من الزمن. ونال المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb العالمي وحصد 5 جوائز ورشح ل 16 جائزة أخرى لغاية اليوم، ولكن هالشي ما شفع له أمام عدة انتقادات بتخص وجود بعض الأخطاء التاريخية بنص العمل مثل وجود روسيا بهالفترة قبل اكتشافها. خليكم معانا لأن بعد الفاصل. كيف ساهمت أغنية شو حلو لزياد بورجي في انتشار الأغنية اللبنانية؟ نحن شايفين غنيتنا كتير كبيرة. سميرة سعيد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسوبرمان. بلال سرور يكشف كواليس غناء تامر حسني لموال اصرف ما في الجيب. أنا شايف إن البارت الأخير ده ضاف للغنوة كتير جدا. مش بس عمرو دياب اللي أثار الجدل باللوك الجديد اللي ظهر بيه على بوستر ألبومه الجديد زي ما قلنا في أول الحلقة، لكن كمان دخلت الديفا سميرة سعيد على خط المنافسة مش بس بالأعمال الغنائية لكن كمان بالإطلالة اللي ظهرت بيه على بوستر آخر أغانيها سوبرمان، واللي شغلت بيه هي كمان عشاء فنها اللي منتظرين يسمعوا جديدها. 20 ثانية بس كبروم لأغنيتها الجديدة سوبرمان، كشفت عنها سميرة سعيد عبر قناة روتانا على يوتيوب وبان منها رتم الأغنية الراقص اللي واضح إنها تكون تجربة مختلفة. خصوصاً إن الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وهو نفس الثنائي اللي اتعاملت معاهم في أكتر من أغنية في ألبومها الأخير عايز أعيش واللي تم طرحه في 2015 ومنهم أغنية هوا هوا. وأغنية ما حصلش حاجة اللي صورتها الكليب الخاص بيها مع المخرجة اللبنانية إنجي جمال. باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة. ونالت قصة الشعر والتاتو اللي ظهرت بيهم في بوستر الأغنية إعجاب كتير من الجمهور وده خلاها تعيد نشر أكتر من صورة ليها على حسابها على إنستغرام. وبعيداً عن الأغنية بتواصل سميرة سعيد العمل على ألبومها الجديد اللي مكتمة على تفاصيله مع توقعات بطرحه في بداية 2019 وبتواصل فيه التعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
اكيد مش بس جمهور الديفا اللي كان سعيد باغنيتها واطلالتها، لكن كمان بعض الفنانين وجهوا التهاني ليها. لكن دلوقتي معانا مين تاني؟ احنا لسه ما خلصناش يا خليل كلام عن سوبرمان سميره سعيد، لان معانا دلوقتي واحد من صناع النجاح ده، وهو الملحن بلال سرور، اللي كلمنا عن مشواره مع سميره سعيد وكيفيه اختيار اغنيه سوبرمان وكواليس تسجيلها. هو فعلا بلال كمان مسك الخشب في الفتره الاخيره، اعماله حققت نجاح كبير زي اغنيه عيش بشوقك لتامر حسني، واللي حققت حوالي 9 مليون مشاهده في اول اسبوع من نزولها. ويمكن اللي بيميز الاغنيه دي موال اصرف ما في الجيب اللي غناه تامر حسني في اخر الاغنيه. طبعا هو مش اول مره يقدم موال، لانه سبق وقدمه في اغنيه لاول مره من خلال فيلم نور عيني. لكن خلينا دلوقتي نشوف بلال هيقول لنا ايه على نجاحه الاخير مع تامر وسميره سعيد. وان كنت مفلس خالص خالص وما حلتكش جنيه، قول على الجزمه الباته اللي انت لابسها انها سنيه. نجاح كبير حققته اغنيه عيش بشوقك لتامر حسني، وصلت ل 13 مليون مشاهده في اول تعاون لبلال مع تامر. اول مره قابل فيها تامر قابلته عند سمير، كانت في الحفله الاحتفال بنجاح البوم عايز اعيش، وهو تامر كان موجود هناك وتعرفت عليه هناك. هما اصحاب جدا، هو بيحب سميره جدا وهي بتحبه جدا كمان. نجاح عيش بشوقك هو نعمه من عند ربنا، وانا شايفه فضل من ربنا اصلا في الاول وفي الاخر. وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي ان تامر يختار الاغنية هيد الالبوم الجديد، وبلال شايف ان دي جرأة كبيرة منه. بشكره على ان هو اتجرأ ان هو يخلي كمان الاغنية هيد الالبوم، يعني هي خطوة جريئة منه جدا، وهو ذكي جدا، شخص ذكي جدا جدا جدا. تامر اوت اوف ذا بوكس في كل حاجة، في تفكيره ان هو هيصور 12 اغنية الالبوم، جريء جدا. موضوع الفلاشة بتاعت نازل الالبوم على فلاشة، جريء جدا. الالبوم انتاجه اصلا انتاج شركته تي اتش برودكشن. وكعادة تامر حب يحط بصمته على الاغنية بموال اصرف ما في الجيب اللي كان فكرته، وما كانش تدخل منه في اللحن، بالعكس. البارت الاخير بتاع الموال ده هو ضافه من عنده، ولا انا اتضايقت ولا حاجه، بالعكس ده احنا انبسطنا جدا. انا شايف ان البارت الاخير ده ضاف للغنوه كتير جدا. خد يا ابني مني الكلمه دي، اصرف ما في الجيب. بلال اتعاون مع سميره قبل كده باغنيتين كسروا الدنيا، هما ما حصلش حاجه وهوا هوا، ودلوقتي في انتظار السنجل الجديد سوبرمان. ان انا اشتغل مع سميره حلم من احلامي، يعني هي فكره كانت عند سميره، الخط العريض بتاع الفكره سميره كانت عايزه تعمله، شغالين عليها بقالنا حوالي سنه ونص. هي دمها خفيف، مش عايز اقول لك بالظبط الثيم بتاع المزيكا، بس هي دمها خفيف، اغنيه بتناقش قضيه محدش ملف ما اتفتحش قبل كده خالص، مناقشينه كمان بشكل جديد. ان انا بستمتع وانا بشتغل مع سميره سعيد، نفسي افضل اشتغل معاها على طول. ساعات مثلا بيبقى مختلفين في حاجات، فاتكلم معاها اقول لها طب، فهي تقتنع خلاص، يعني هي مش ديكتاتوره. واضح ان نجاحهم مع بعض الفتره اللي فاتت هو اللي شجع سميره للتعاون معاه في البومها الجديد. احنا بنشتغل نفكر ونطلع افكار ونجرب، دي تمام دي لا، دي شيلها دي اعملها، لحد ما خلاص دي ضن دي معانا، يلا بينا نعملها. فاتحين مثلا 5 مشاريع شغالين فيهم. واديني سبته شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واتحدى اشتغل واعمل كل حاجة، لا لا مش زعلانة وكئيبة. بعد الفاصل. بسبب تحدي كيكي غرامة مالية والعرض على طبيب نفسي للمغنية التركية هوليا أفشار. عودة قوية لخالد سليم إلى عالم الألبومات والسنجل. إن شاء الله هينزل حاجة قريب جدا. ستوند ألون جديد رايان رينولدز.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، لكن المرة دي مع خبر غريب شوية يخص رأسة كيكي اللي تسببت في مشاكل كتير مش بس في مصر وبعض الدول الأوروبية، لكن كمان في تركيا اللي خضعت فيها المغنية والممثلة التركية هوليا أفشار لفحص طبيب أمراض نفسية من قبل الشرطة التركية بسبب كيكي. خلونا نتعرف على التفاصيل من تقريرنا التالي. قامت هوليا أفشار بنشر فيديو على انستجرام بتؤدي فيه تحدي كيكي في شارع فرعي ببلدة إيفليك غربي تركيا، وقدر يحقق أكتر من 2 مليون مشاهدة. وخلال الرقصة زادت سرعة السيارة، وكانت السيارة بتسير ببطء وبدأت تزيد سرعتها بطريقة جنونية، فأصيبت هوليا بالخوف ولكنها قدرت التحكم في السيارة قبل ما تصل للطريق الرئيسي. وذكرت جريدة حريات إن السلطات التركية فرضت عليها غرامة بلغت 235 ألف ليرة تركية لتعرضها حركة السير للخطر. مش كده وبس، كمان أجبرتها على الخضوع لفحص من طبيب نفسي بإحدى المستشفيات الحكومية بسبب العمل الخطير اللي ارتكبته، ده غير إنها مطالبة بتقديم دليل على وجود شخص يقود السيارة، لأن الفيديو بيظهر فيه إنها تركت السيارة بدون سائق. وانقسمت الآراء ما بين مؤيد لتصرف هوليا الشهيرة بدور السلطانة صفية في مسلسل سلطانة قسم، وما بين معارض بيشوف إنها مش مراهقة علشان تقوم بتصرف يعرض حياة الآخرين للخطر. سلطانة، وهي المعروف عنها إثارة الجدل دايما، خصوصا في برنامجها اللي قدمته من أشهر، وتصريحاتها الصادمة للبعض لما قالت إن مشاهد القبولات في المسلسلات والأفلام حقيقية مش تمثيل، بجانب طبعا التصريح اللي قالت فيه إن بعض الأزواج لازم يخونوا زوجاتهم في بعض الأوقات، وده رغم إنها انفصلت عن زوجها بسبب خيانته ليها. وبعد غيابه فترة عن إصدار الألبومات والأغاني السنجل، بيستعد خالد سليم للعودة بقوة من خلال عدد من الأعمال الغنائية. مش بس أعمال غنائية، لأن خالد كمان مشغول بأعمال تمثيلية، وقريب جدا هنلاقيه في عمل جديد على شاشة السينما، على الرغم إنه قال لنا إن المقربين ليه بيحبوه مغني أكتر من ممثل. كل ده كلمنا عنه خالد في لقائنا معاه، وكمان وجه رسالة خاصة للفنانة سيرين عبد النور من خلالنا. خلونا نعرف تفاصيل اللقاء معاه. بيحضر خالد سليم للعودة من جديد بقوة لعالم الغناء بعد آخر ألبوماته أستاذ الهوى. أنا متمهل جدا، لأن أنا عايز أدي بقى الفترة اللي جاية دي المطرب حقه بكل ما يستحقه المطرب، لأن بجد ناس كتيرة جدا جدا بتقول لي يلا ارجع لنا. لازم أقول على اللي جوايا على طول. العودة دي هتكون من خلال أغاني سينجل. أنا بدأت تسجيل أغاني كسينجلز، إن شاء الله هينزل حاجة قريب جدا، هخلص بس الفاينل ميكساج مع الجميل وصديقي العزيز الأستاذ هاني محروس المهندس الصوت الجميل اللي بقدر له تحية كبيرة جدا جدا على شغله الجميل، وإن شاء الله في أغنية تانية مع الموزع تميم، وبإذن الله هيبقى قريبا جدا، هيبقى في زي هختار ما بين الأغنيتين دول عشان مين فيهم اللي تتصور في أقرب وقت إن شاء الله وتنزل، دول كسينجلز. لكن ليه ما فكرش في طرح ألبوم كامل؟ ألبومز دلوقتي للأسف زي ما احنا عارفين المشكلة المتعارف عليها من بداية القرن، يعني القرصانة طبعا، الأغاني كلها ما بتلحقش انها تاخد حقها، أو المنتج ان هو ياخد حقه في المصاريف اللي هو صرفها، فبالتالي السينجلز كل أغنية بتاخد حقها. مفيش أمان مفيش أمان مفيش، هقول كمان مفيش أمان. وبعد نجاح حفله الأخير في اسكندرية بيحضر لأكتر من حفلة هناك. الحمد لله عملت حفلة من أسبوع ومن 10 أيام كانت رائعة، كل القائمين على الحفلة وكل الحمد لله حبايبي في اسكندرية عايزين نعمل حفلات تانية في اسكندرية، فده بيحصل دلوقتي، بيتم الاتفاق على حفلات مختلفة تانية في اسكندرية. عندي برضو حفلة في ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي، في حفلة في محكة القلعه في قلعة صلاح الدين يوم 14/8، طبعا يبقى يعني كل الناس المشاهدين يجوا اللي يشرفوني في الحفلة دي، وانتوا هتكونوا موجودين اكيد ان شاء الله. قبل النهارده
خالد سليم أكد أن التمثيل مش هو اللي بعده عن الغناء الفترة اللي فاتت. كان في ظروف تانية مقيدة شوية لحركتي كمطرب، فالحمد لله دلوقتي أقدر يعني يبقى في إنتاج بإذن الله للأغاني وأكون متواجد في حفلات كتيرة جدا. وهنشوفه كممثل في أعمال جديدة. في عندي كذا مشروع معروضين عليا، سينما ومسلسلات برضو. وعرفني جوه أسوتك مدار الحلقة. وفي النهاية وجه رسالة لواحدة من النجمات اللي تعامل معاهم فنيا. عملت قبل كده 90 حلقة سيرة حب مع النجمة الجميلة سيرين عبد النور، اللي بركيلها تحية كبيرة جدا وبالله مبروك على البيبي. دائما بيسعى صناع السينما في هوليوود لتقديم نسخ جديده من الافلام الامريكيه اللي حققت نجاح كبير قبل كده، ومنهم فيلم بلاك مان اللي بيتم تصويره حاليا بعد مرور 20 عام على النسخه الاولى منه. ودلوقتي بيتم التحضير للنسخه جديده من فيلم شهير كلنا حبيناه ولينا ذكريات معاه واحنا صغيرين، وبرضه لنفس السبب هو النجاح اللي حققه من سنين. بعد مرور 28 سنة على فيلم هوم ألون يلي يعد واحد من أشهر الأفلام الأمريكية، قرر رايان رينولدز بالتعاون مع شركة 20th Century Fox تقديم نسخة جديدة بتنضم للسلسلة صاحبة الشعبية الكبيرة. وتم اختيار المخرجة أوغستين فريزل لتتولى مهمة الفيلم يلي بينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية. My job is to keep you out of harm's way. وبتدور أحداثه حول شاب مدمن للمخدرات ما تمكن أنه يلحق بالطيارة مطرح ما كان مسافر ليقضي عطلته، فبيقرر أنه يبقى بالبيت لوحده، ولكنه بيكتشف سرقته على يد بعض اللصوص. I'm a AAA rated executive protection agent. الأحداث بتشبه أحداث فيلم هوم ألون يلي قام ببطولته ماكولي كولكن وهو بثمانية من عمره، وقتا نسيته عائلته لوحده بالمنزل وراحوا لقضاء إجازة الكريسماس بشيكاغو. I made my family disappear. حماس رايان لفكرة الفيلم جعله أيضا يشارك كمنتج منفذ لإله مثل ما فعل بالجزء الأول والثاني لفيلم Death Proof. Move or die. النسخة الجديدة رح تحمل عنوان ستون دي لون نسبة لشخصية ستونر يلي بجسدها رايان، وبمجرد الاستقرار على باقي فريق العمل رح يبدأ تصوير الفيلم يلي من المؤكد رح ينتظره الكتير من عشاق السلسلة الشهيرة. خليكم معانا لأن بعد الفاصل، ما هي الألبومات التي ينتظر النجوم طرحها في الصيف؟ دايما متحيزة الحماقي يعني. حصريا زياد برجي يشيد بفارس كرم. يتجنن بصراحة. ألبومات كتير ابتدت تنزل زي ألبوم إليسا ورامي جمال، وحاليا في انتظار ألبومات تانية زي عمرو دياب وحماقي وتامر حسني، وواضح كده أن المنافسة هتكون قوية جدا. لكن السؤال دلوقتي، أنت كمستمع مستني ألبوم مين؟ أنت يا يحيى مستني ألبوم مين؟ أنا بصراحة خليل مستنيهم كلهم، لأن كلهم فعلا يستحقوا أن أنا أسمعهم. طب تفتكر السؤال ده لو طرحناه على كتير من الفنانين هيختاروا مين؟ بسمع كله يعني، ما عنديش تحيز لأي حد، بسمع الحاجة الحلوة هي اللي بتفرض نفسها في الآخر. وعلى عكس خالد سليم المطرب الشاب أدهم سليمان، اختياره محسوم من بين ألبومات الصيف. الهضبة وعمرو دياب مش من أكتر الناس اللي أنا اتعلمت منهم وجبة العصر ومتابعة الجديد وتقديم أحدث حاجة موجودة في كل حتة في العالم. ده درس كبير أنا اتعلمته. رايحين للدنيا إيد واحدة وبالنادي، هنعلم اسمك وفي صورتك يا بلادي. جنات كان المفترض انها تشارك بألبوم في صيف 2018، ملحقتش للأسف يعني. لقيت نفسي ان انا هضغط نفسي قوي وممكن اجي على
على الألبوم يعني ممكن ينزل مش بشكل كويس، ففضلت انه تنزل انت الإحساس. انت الإحساس ما فيش في الناس حبيبي من الجمال ده اتنين حلو الأوصاف حبيبي بخاف عليك من الدنيا والحزين. ورغم وجود أغنية ليها في الصيف إلا أنها مستنية أكتر من ألبوم كلها اسمها إن شاء الله. بس أنا دايما متحيزة الحماقي يعني بحب بشكل اختياراته جدا. أما كارمن سليمان فيا ترى هتتابع مين؟ انا عموما بحب اسمعهم كلهم يعني بحب اسمع الاغنيه الحلوه يعني. الموزع احمد عادل مستني اكتر من البوم. مستني طبعا البوم تامر طبعا لان انا بعمل فيه يعني اكيد حمائي طبعا صديقي يعني فلازم بستنى الالبوم بتاعه والفكر بتاعه اللي بيعمله في الالبوم. عندك استنى دقيقه هتجنن منك شوف لي طريق. اما بقى بوي باند فمستنيين بفارغ الصبر البوم عمرو دياب طبعا. مستني البوم عمرو دياب طبعا طبعا. بس هشام جمال حاول يكون محايد في اختياراته. كلهم بحبهم كلهم واصحابي ومستني البوماتهم كلهم. اسمع مزيكا حلوه، عايز اسمع مزيكا حلوه. ونبيل عيسى كان ليه راي مختلف عن كل النجوم. والله الصراحه ما بسمعش عربي بس يعني انا بحب محمد منير الصراحه يعني ده حاجة زي بوب مارلي بتاع مصر يعني فده أنا بحبه صراحة. الليلة 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 يا سمراء يا 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 يا. مش بس الألبومات اللي الناس بتستناها لأن كمان في سنجل بيحرص نجوم كتير إنهم ينزلوها للتواصل دايما مع جمهورهم. وإحنا كنا في لوكيشن تصوير آخر الأغاني السنجل لزياد برجي اللي صورها في لبنان بعنوان مش طايق، ولا هنعرف كواليس تصويرها في الحلقات اللي جايه. لكن الزميل راغب حلاوي استغل وجوده داخل اللوكيشن واجرى حوار شيق جدا مع زياد اللي بيمر بعامه ال20 في مسيرته الفنيه واللي عاش من خلالها نجاحات كتيره، وده طبعا لاصراره على النجاح اللي فعلا قدر انه يحققه وكمان يساهم بيه في انتشار الاغنيه اللبنانيه. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله. فأكتر من 100 مليون مشاهدة دخلت أغنية شو حلو قلوب كل اللي سمعوها ونجحت نجاح كبير ما كانش زياد نفسه متوقعه. شو حلو أنا كل حياتي بشتغل نفس الأسلوب، ولك أنت عارف أن شو حلو هي اللي هتعمل هذا الإمباكت، ولك أنت عملتها من زمان يعني معقول أنت عزب حالي 20 سنة 25 سنة لحتى أعمل شو حلو؟ بس انه ما كنت عارف. انا اشتغلت مثل باقي الاغاني مشتغل، وكل غنيه بتفرض عليك جو معين بتلاقي شيء جديد فيها بتحطه، في غنيه بتبقى إلا نصيب أوسع من غيره سبحان الله. لو زعل أنا بصالحه حبيبي بالقلب صاير مطرحه. وأكد زياد أنه طوال مشواره الفني اشتغل بنفس الطريقة القريبة للناس وهيفضل يشتغل كده. طبعا أنا ما رح أغير هذه السياسة، رح بل اشتغل بعفوية على كل أغاني، هذا الشيء بحسه صحي. نهار اللي ببالي فوت فايروس التفكير والتظبيط وقطش لمخيلتي يعني اللانس تبعها بتصور حبلش افشل. الله يبعد عنا. وبشكل او باخر محدش يقدر ينكر ان اغنية شو حلو ساهمت في انتشار الاغنية اللبنانية بالفترة اللي فاتت اكتر واكتر. فضل كتير فنانين اشتغلوا على الغنية اللبنانية، كل ما نجحت غنية لبنانية وتوسع نجاحها اكبر من المستمع اللبناني بيكون هيدا اد فاليو للغنية اللبنانية. بتصور هلا اللبنانية صارت بتنافس يعني بتنافس اي اغنيه عربيه تقريبا وعندها بوتنشل انها تروح للعالميه اكثر بحكم اللهجه. ان شاء الله بنقدر نحن نوديها ابعد، نحن شايفين غنيتنا كثير كبيره. نفسي امشي معها لبر يا ناس. وما نسبش الفضل ليه لوحده بنجاح الاغنيه اللبنانيه، بالعكس كان معجب كثير باغنيه فارس كرم الاخيره بدنا نولعها. والليل بدنا نولعها وحده بدنا نودعها يا ليل كرمالي تعا روح واتركني معها. جنن الغنيه جنن بصراحه. وعلى عكس كتير من النجوم طوال مشواره الفني كانت علاقته بالصحافه جيده جدا. الصحافه ما قصرت معي بحياتها من اول ما بلشت لهلا، واذا بتفتش ولا مره كان عندي مشكله من طلقه من الصحافه او نقد من الصحافه او انه ما عجبهم شيء عملته او حكي حكيته، دائما عم يكونوا واقفين معي بصراحه بكل شيء. مؤخرا باكثر من حادثه اليوم مثل ما حكينا بدنا نحكي بوزيتيف، بس مثل ما ترجيتكم وتمنيت عليكم وميرسي. كان
كلامنا مع زياد لسه ما انتهاش، استنونا بكره في الجزء الثاني من لقائه معانا، واللي هيكشف لنا فيه عن كواليس كتير من حياته ومين اللي بيحاول يهد نجاحه. كده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تتواصلوا معنا على السوشيال ميديا وعلى روتانا دوت نت. شكرا للمتابعة واستنونا بكرة. باي باي.